السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد ومقطع اليوم شيء مهم وشيء راح يبسطكم. بس قبل بداية المقطع سوي إعجاب وسوي نشر وحط تعليق حلو مثلك. موضوع اليوم باختصار مسابقة أو جيف أواي لشخصين راح أشرح لهم الباتل باس. الذي ما يعرف الباتل باس الذي هذا الموسم، الباتل باس الموسم التاسع راح يخلص بعد 6 أيام تقريبا أو 5 أيام. خلينا نعدي هذه الأشياء ونشوف كم باقي. 6 أيام تماما عشان يخلص، يعني وقت ما ينزل هذا المقطع يبقى 5 أيام. كل اللي عليك بس تحط تعليق، وإذا وصل المقطع 10 لايكات، ركز بس 10 لايكات، راح أسوي سحب. وأول ما ينزل الموسم العاشر راح أسحب لشخصين وأشحن لهم الموسم العاشر. بس ننشر المقطع ولايك وإعجاب، وإن شاء الله أول ما نوصل، بس نوصل 10 لايكات، راح أسوي سحب على شخصين وأشحن لهم الباتل باس. شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع، لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم.